دكتور دايت اونلاين. تمام بالظبط كده. ازاي بقى؟ احكي لنا الفكره. بصي خلينا نقسم الفكره لمجموعه من الخطوات. القصه في الاول احنا شغال، انا شغال في المجال بتاع التغذيه العلاجيه بقالي مثلا 12 او 13 سنه تقريبا. اوكي. عدينا بمراحل كتير قوي في الانظمه الغذائيه اللي كنا شغالين بيها. طبعا انت عارفه الدايت زمان كان معتمد ان احنا بنقلل في السعرات الحراريه بشكل كبير قوي، بنمنع نشويات، بنمنع كربوهيدرات، بنمنع تبدا الحاله بتنزل معانا في الميزان بشكل كويس قوي. ولكن بعد فتره ما بتبطل بترجع تاني يزيد في الوزن تاني. صح. طب نفضل بقى احنا في القصه دي طالع نازل على الميزان بتاعي. صح. طيب اما العلم اتطور وبدانا يبقى في مستخلصات طبيعيه من المواد الفعاله اللي بنشتغل بيها، بتيجي كلها من مستخلصات طبيعيه زي فول الصويا، زي البسيليوم، زي الكارناتين، زي المواد دي بقت بتساعدنا بشكل كبير قوي ان احنا نتحكم في حاجات كتيره قوي، زي بنمنع تكوين دهون جديده، بنحرك الدهون اللي موجوده في الجسم، بنشتغل على الدهون المخزنه، نعمل ديتوكس وننظف الجسم من السموم اللي موجوده فيه. كل ده عن طريق ادويه. كل ده عن طريق ادويه. مظبوط. فمن هنا قدرنا ان انا اعمل نظام غذائي متوازن ما فيهوش حرمان خالص بقى، منعت كلمه حرمان من كلمه الدايت. بقى في اكل على مدار اليوم بشكل متكامل، فطار وغدا وعشاء، اربعه سناكس ما بين الفطار والغدا، اربعه سناكس ما بين الغدا والعشاء. ان انا باكل على مدار اليوم، بشغل مصنع الحرق بتاع الجسم بشكل كامل وبمساعده الخطه العلاجيه او الدوائيه اللي انا شغال بيها. لما طبقنا الفكره دي عملت نجاح كبير جدا، طبقناها في كذا مركز ومع كذا دكتور. فكان في استجابه عاليه قوي، بدات تظهر. انا عندي واحد قريبي بس ساكن في حته بعيد وعايز يستفيد معانا. طيب بنتواصل معاه وبنتكلم معاه في التليفون وبنعرف القصه بتاعته ماشيه ازاي ونبدا نظبط له. انا عندي واحد قريبي مش قادر يتحرك، او عندي حد كبير في السن فعنده مشكله في الركب او مشكله في الظهر فما عندوش قصه للحركه. فما لقينا ان في نيد اكتر ان احنا نتواصل مع الناس دي، بدانا نخصص لها وقت اكبر لغايه ما ظهر معانا دكتور دايت، او بدانا نعمل دكتور دايت. ان هو انا هقدر اوصل لاي حد على مستوى جمهوريه مصر العربيه. الحمد لله بقى معانا يعني او في الوطن العربي وبره مصر كمان. يعني احنا معانا عملاء بره مصر فعلا وعملاء كتير داخل مصر. بنقدر عن طريق التليفون بنتواصل مع بعض بالتليفون. طبعا احنا عندنا الفيسبوك والانستجرام بتاعنا كمان، فسواء بتتواصل عن طريق واتساب، عن طريق تليفون، عن طريق فيسبوك، عن طريق انستجرام، بنبدا نتحاور مع بعض. لان احنا معروف ان دكتور الدايت مش دكتور سماعه. انا مش هيجي لي حاله وهكشف عليها بالسماعه، بس ممكن يبعت لك تحاليله، ممكن يبعت لك حاجته كلها، تبقى تدرس الحاله كلها. بصي هقول لك، دكتور الدايت احنا يعني انا بعمل ايه في العياده؟ لو بنتخيل ان في عياده، بقعد مع الحاله بنعرف منها اسباب زياده الوزن عندها جت منين، نبدا نحط لها خطه علاجيه عشان نبدا ننزل بيها في الوزن، وبتيجي متابعه كل اسبوع عشان نشوف النظام ماشي معاها ازاي، ولو محتاج تعديل نعدله. نفس القصه او نفس الستوري دي نقلناها بالتليفون. انا النهارده الحاله بقدر اتكلم معاها في التليفون. انا معايا فريق طبي كامل كلهم اخصائيين تغذيه علاجيه اللي بيستقبلوا المكالمات. بيبدا يتكلم مع الحاله، يعرف منها الوزن، الطول، السن، طريقه الاكل، طريقه الشغل، الحاله الاجتماعيه، الظروف بتاعتها بالكامل عامله ازاي. اوكي. بناء عليها بنخصص نظام غذائي، ودي من احدى نقط التميز، ان مفيش حاجه اسمها اسطمبه ده النظام اللي كله هيمشي عليه. لا، في حتى نظام الدواء، حتى جرعات الدواء، مواعيد اخدان الدواء، كل الكلام ده بيختلف من حاله لحاله حسب الظروف بتاعتها المتكامله اللي احنا بناخدها منها. فانا بعمل لك نظام غذائي بتاعك. النقطه الثانيه المهمه اللي احنا بناكد عليها دايما، المتابعه المستمره. النهارده انت بدات معايا في الكورس، مواعيد شغلك مش مناسبه شويه، بنبدا نحط مواعيد الاكل بتتوافق مع مواعيد الشغل. ظروف المعيشه فيها حاجه معينه، بنبدا نظبط النظام الغذائي. الاستجابه بتاعتك بنبدا نحرك النظام الغذائي مره واثنين لغايه ما نوصل لاعلى معدلات استجابه للجسم. ففي حد معاك 24 ساعه، لان مريض الدايت مريض نفسي، لما بيحس ان في حد ماشي لا فعلا عنده جزء نفسي جدا، طول ما بيحس ان في حد مديله السبورت النفسي بيتفاعل معانا. لو فتحت لك الواتساب وشفت الناس بتتكلم ازاي، انا هاكل النهارده عندي في الغداء رز وسمك، ينفع بدل الرز بعيش؟ انا نزيد اخد الخياره دلوقتي ممكن اخدها كمان ساعه، انا ما خدتش القرص دلوقتي ممكن اخده دلوقتي واجل مثلا. انت اللي صعبان عليا على فكره. انت بتتابعهم طول الوقت شوفوا كان الرز ولا العيش والخياره، انت اللي صعبان عليا. انا بحس بالسبورت ده. هو خدي بالك ما فيش حد بيفضل كده على طول، بيتعود. يعني هو في الاول ما بيخش وبيجرب وبيبدا يسالك مره واثنين وثلاثه وبيلاقيكي مستجيبه معاه، بيكمل هو بعد كده وبيحس ان دائما اما هحتاج حد هلاقيه. مظبوط. لكن في الاول بيبقى عندي القلق بتاع هيرد عليا ولا لا، هيبقى موجود ولا لا. اما بيطمن ان خلاص، هو الفكره اونلاين ان انتوا موجودين على طول، او انتوا افيلبل طول الوقت. احنا افيلبل طول الوقت والفريق الطبي موجود على طول، وكل واحد فيهم معاه.